ممكن نقول ان انا بلاقي شويه نفسي في هيب هوب ار ان بي، اوقات بروح للفانك، يعني مش عارفه حاسه ان انا ما بين شبابنا كتبها العيافة وداني بسمع كلام امي معايا فانا برمي تقال الطريق ده ورايا، مش اكيد بالتحديد دول شباب او صبايا، تصنيف للخبيث بوش من البدايه اللي شايف جايزه وخساره في النهايه. عيلتي موسيقيه جدا ومهتمين قوي بالموسيقى، فهي موجوده في حياتنا من وانا صغيره، وكلهم بيغنوا وبيطبلوا مش عارف ايه، وكنت عايشه مع انتمتي وهي كانت بتدرس مزيكا معاصره كومبوزيشن، فاللي هو كنا بنقعد بقى نعمل حاجات غريبه موت للبروجكت بتاعتها، اللي هو نسجل الحنفيه وبعدين نسجل بقى قلم بيخربش مش عارف ايه، وبعدين نري ارينج الحاجات ونعمل بقى كونسبت وكده. وبعدين بدات يعني اهتم اصلا بالحاجات قوي واخش معاها في كل المشاريع وكده، فقررت ان انا اكتب. فطبعا ساعتها يعني انا اصلا كنت في مدرسه انجليزي والتلفزيون والاستعمار وكل الحاجات دي، فاللي هو كنت بكتب بالانجليزي، وكاميكازم كان برضو في كندا في نفس الوقت وكان بدأ برضو يكتب راب، وحتى قعدنا واتفقنا اللي هو لا احنا مش هنكتب بالانجليزي، احنا هنطور يعني اللي هو قدرتنا على التعبير بالعربي لحد ما نعرف نكتب اغاني كاملة بالعربي، وده اللي عرفنا ننفذه الحمد لله. يعني اعملي كوباية شاي، هتتأخري ازاي؟ قطي صوتك، افردي شعرك، الدنيا دي مش بتاعتك، عليا كله يجوز، وعليكي تكتمي اذاعتك، وعليكي تكتمي اذاعتك. الله يسهلك. انا بحب قوي الليفت فيلد ساوند سين او ميوزك سين في مصر، يعني زي جالي زون مشترك وكل الكولكتيفز او الانديفيدجوالز اللي بيعملوا بيصنعوا صوت مفيش منه، دي المساحة اللي بيطلع منها أفكار جديدة، ودي المساحة اللي بيطلع منها تطوير موسيقي، فده بيخليني كمان أتشجع إن أنا ألاقي العالم اللي هما بيتقابلوا فيه، إزاي أقدر أعمل حاجة فاميليير ومريحة على الودن بس في نفس الوقت ما حصلتش قبل كده ومختلفة وبتعبر عن هوية معينة. دايما هكون بجرب حاجات جديدة، عمري ما هقول اللي هو أو ده خلاص انا يا جماعه بعمل كذا وشكرا، توقعوا دايما تغييرات واستكشافات وتعليم بيتجدد. دلوقتي انا ما بحبش اقول على نفسي رابر، يعني بحب اقول ان انا ميوزيشن بس.